اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. حضرتك مشرفانا في كارديو اليكس 2018. ممكن حضرتك تعرفين بنفسك؟ دكتوره منيره طه، استاذ مساعد طب الطوارئ جامعه قناه السويس، ورئيس قسم الطوارئ جامعه قناه السويس، وعضو المجلس العلمي برضه لزماله طب الطوارئ والبورد العربي لطب الطوارئ. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك ممكن تقولي لنا حضرتك متوقعه تشوفي ايه كارديو اليكس 2018؟ يعني احنا ادعينا الكارديو اليكس 2013 لان في علاقه جامده بين القلب والطوارئ. غالبا معظم حالات البرزنتيشن اللي بتجيلنا في الطوارئ ليها علاقه بالكارديولوجي، فاحنا حتى عاملين جلسه الحمد لله عاملينها يعني خاصه بالطوارئ في المؤتمر بخصوص استعمال الالترا ساوند ان ايمرجنسي ميديس، اللي هو مجال لسه جديد ولسه بعيد كتير قوي عن اللي بيعملوه بتوع الراديولوجي الفتره دي. يعني احنا ما بنحبش نعمل حاجه في شغلهم خالص اللي هو الديلي ورك بتاعهم، احنا لينا سبيسيفيك ورك بنشتغله بعيد خالص عن الراديولوجي او الالترا ساوند اللي بيعمله دكاتره الراديولوجي. حضرتك ممكن تكلمينا شويه عن التوبيك بتاع البرزنتيشن اللي حضرتك كنت فيها النهارده؟ هو نتشير بيرسون في جلسه معظمها عن زي ما قلنا الالترا ساوند يوزز ان ايمرجنسي، ففي توبكس نستعمل ازاي الالترا ساوند في حالات الكاردياك اريست وايه الفايده بتاعتنا، واستعمال الالترا ساوند برضو في حالات الشوك لان الحاجات دي بيبقى ليها سبيسيفيك كوزز، وساعات بيبقى الدكتور نفسه مش عارف ايه سبب الشوك اللي العيان فيها، سواء كانت هل هي نتيجه نزيف او هي نتيجه ضعف في عضله القلب. يعني الضغط واطي ليه؟ بس الضغط واطي ممكن نتيجه نزيف او ضعف في عضله القلب او اتساع في الاورده او حاجات تانية كتير. فبنقبل الالترا ساوند بتفيدنا قوي في الموضوع ده. الاهم منه هو برضو استعمال الالترا ساوند ديورنج الكاردياك اريست، لان العيان اللي بيحصل معاه كاردياك اريست في حاجه اسمها ريفرسبل كوز اوف كاردياك اريست، اللي هي العوامل اللي انا لو صلحتها العيان هيرجع. انا مش لازم اعمل سي بي ار بس او اعمل فنتليشن بس، لا هو في سبب خلاه يأرست انا عايز اعرفه عشان اصلحه. من الحاجات اللي بنعرفها بالريفرسبل كوز اوف كاردياك اريست دي ان انا بشوف هل في كاردياك تامبونات او هل في بليدنج او هل في شوك، بان انا بشوف الانفيرور فينا كافا، بشوف اللنج لو كان فيها تنشن هيموثوراكس. يعني في اسباب كتير قوي بعرف اعملها بالالترا ساوند، والاستعمال ده يبعد كل البعد عن استعمال الالترا ساوند العادي اللي بيعمله لنا دكاتره الاشعه، لان انا في سيتويشن ارجنت مش هقدر استنى دكتور الاشعه يجي لي في السكند. انا بتعامل وزن سكند مش وزن مينت او اورز، فديورنج السكند دي لازم انا كامرجنسي فيزيشن اكون كواليفايد اديتكت البروبلم دي واصلحها. طب حضرتك حاسه ان الالترا ساوند هيفرق قد ايه في البيشنتس في المستقبل؟ يعني المورتاليتي ريت مثلا او اللايف اكسبكتنسي لو احنا لحقنا الحاجه بدري؟ احنا لو قلت لحضرتك ديورنج كاردياك اريست احنا بنتكلم في عيان هيعيش ولا هيموت. كل ما اشخص العيان يعني يا لا فكل ما اقدر اعرف الريفرسبل كوز اوف كاردياك اريست بدري واصلحه بدري العيان هيرجع معايا. لكن انا زي ما بقول لحضرتك انا مش هقعد اعمل سي بي ار اول ذا لايف من غير ما اشوف السبب ايه واصلحه. احنا بنعمل سي بي ار في 20 دقيقه مثلا لو كان عندي ريزم معين اللي هو بالسلس الكتريكال اكتيفيتي او اسيستلي، فده انا بعمل 20 دقيقه. لو مش في خلال ال 20 دقيقه دول عرفت الريفرسبل كوز وصلحته انا كده كده بوقف. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور.